أن التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في أخذ ورد، في نقاشات وصراعات، إصلاحات تليها إصلاحات أخرى. ذلك أن جملة المعارف البشرية، جملة الاختراعات، الاكتشافات، النظريات تضاعف كل 10 سنوات، تتضاعف كل 10 سنوات. يعني ما توصل إليه العلماء من اختراعات واكتشافات وبحوث ونظريات من 1980 إلى 1990 جملتها من الضخامة إلى درجة أنها تساوي كل ما اكتشفته البشرية منذ ما قبل التاريخ إلى 1980. فهناك سرعة هائلة في التقدم العلمي، وهذا يضع على كل المربين وعلى كل واضعي سياسة التربية في الدنيا إشكالية كبرى. كيف يمكن استيعاب كل هذه المعلومات في نفس الفترة العمرية عند الشاب؟ هذا يدعو إلى اختصاص، لكن إذا أكثر من اختصاص يصبح لنا الشاب لا يعرف إلا شيئا واحدا وتغوب عنه أشياء كثيرة. فهناك جدلية بين الاختصاص وبين الثقافة العامة. ثم هذا التطور في العلوم للتكنولوجيا يخلق إمكانيات جديدة للتربية وواجبات التجهيز. تجهيز الآن مثلا بالإعلامية ولها تكلفة، فقد فات الوقت حيث كان التعليم يقتضي بالخصوص إحضار قاعة وسبورة وطباشير. أي أن التربية بالعلوم، التكنولوجيا، البحث العلمي، بالثورة التي عرفتها في الأحقاب الأخيرة تسببت في ثورة صناعية واقتصادية وازدهار وقوة عسكرية. ثم أن هذا التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي ينعكس اليوم على التربية ويحدث لها مشاكل. التربية تسببت في ثورة علمية، والثورة العلمية اليوم تنعكس على التربية وتحدث لها مشاكل يجب حلها. هذا على مستوى العالم أجمع، على مستوى كل البشرية. أما في بلد مثل بلادنا فأن علينا أن نحل هذا المشكل الصعب، هذه المعادلة الصعبة، وإلى جانب ذلك علينا أن نتعرض إلى مشكل آخر هام يجعل السياسة التربوية تواجه تعقيدات كبيرة، وهو مشكل سياسي. ذلك أن السير نحو الديمقراطية في البلدان المتقدمة، في البلدان الديمقراطية المعروفة اليوم بتجذر الديمقراطية فيها، استوجب في غالب الأحيان قرنين على الأقل، في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، في ألمانيا، في إيطاليا. نجد أن السير نحو الديمقراطية استوجب قرنين على الأقل من التجارب، من الأخذ والرد، من التقدم ثم التأخر، من الانتفاضات، من الصعوبات، من الدماء، قبل أن يصل الأمر إلى استقرار الديمقراطية، وقبل أن يصل الأمر إلى حلول متوازنة. الديمقراطية ليست فقط اختيار الدولة بأن تنظم بصفة دولية انتخابات، أو خيار دستور بأن توجد سلطة ثلاث بينها تفريق. الديمقراطية أكثر من ذلك بكثير. الديمقراطية تستوجب أن تتعود الأطراف السياسية على العمل الديمقراطي. الديمقراطية تستوجب أن يتعود الناس
على اختلاف على احترام الرأي المخالف، أن يتعود الناس على نبذ العنف، أن يتعود الناس وأن يقتنعوا بأن لا أحد يمتلك الحقيقة، وبالتالي يدعو هذا إلى التفريق بين المقدس والسياسة، إذ المقدس مطلق والسياسة نسبية، والخلط بين الاثنين خطأ منهجي خطير. هذه قواعد أساسية بدونها تنتفي الديمقراطية، أو إن وجدت تصبح في خطأ. النظام الديمقراطي يتنافى مع وجود تيارات كليانية توتاليتات، وإلا يحصل ما حصل في ألمانيا في الثلاثينات، حيث تحصل الحزب النازي بفضل الديمقراطية على الحكم، لكن ما وصل إلى الحكم بفضل الديمقراطية، حتى انقض على الديمقراطية في ألمانيا وحاول أن يقضي عليها في العالم بأسره. كيف العمل لتفادي ذلك؟ الديمقراطية أولا وبالذات هي ثقافة، هي انتشار معارف وأفكار لدى الرأي العام، وضمان الديمقراطية في المستقبل يقتضي انتشار هذه الثقافة لدى الشباب، أي بواسطة التربية. للتربية إذن في بلاد مثل بلادنا دوران أساسيان، دور نشر العلوم الدقيقة، نشر التكنولوجيا وفي هذا أداة للتنمية، ودور نشر المبادئ الديمقراطية، مبادئ حقوق الإنسان، وذلك وفي ذلك ضمان لصحة المسار الديمقراطي ولديمومته. الإصلاح التربوي يقتضي تربية إسلامية صحيحة، وقد اطلعتم ربما على البرامج التي أعددناها لكامل السنوات من الأولى في التعليم الأساسي إلى السابعة في التعليم الثانوي، وصدرت فيها كراسات لضبط المحتوى، وستصدر كتب مفصلة. وهذا الإصلاح كما تعلمون لو وجد في هذه البرامج أو في هذه الكراسات ما يمكن الطعن فيه لا وقعت زوبعة، ولما لم يقع نقد هام يذكر فهذا دليل على صلاح هذه البرامج وهذا الإصلاح. استمعنا إلى بعض الانتقادات الجزئية، إنما بعضها يلوم واضعي الكراسات أو البرامج على أنها فيها صبغة يمينية، وبعضها يقول أن فيها صبغة يسارية، ولا أقول أن النقد الأول يلغي النقد الثاني أو الثاني يلغي النقد الأول، إنما أقول إذا انتقدت سياسة في نفس الوقت على يمينها وعلى يسارها فهذا دليل على أنها سياسة وسط، وديننا دين وسط. المعاهد والمدارس الثانوية والعالية هي دور نشر العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، أي دور المساعدة على التصنيع، على الازدهار الاقتصادي، على التنمية. فكل من يعطل هذه المدارس وهذه المعاهد هو في الحقيقة يعرقل مجهود التنمية الاقتصادية، ويقوم بدور سلبي في مسيرة التنمية الاقتصادية لبلادنا. وأخيرا وهو الأهم، الواجب الديني يقتضي منا أن نتصدى لظاهرة الإضرابات، ذلك أن أول ما أوحى به مولانا سبحانه وتعالى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. في هذه الآيات البينات نجد كل ما ندعو إليه، القراءة، القلم،
شغل الكتابة، طلب العلم، وهذا بصيغة الأمر، هذا واجب ديني. نسوق هذا إلى الذين يخلطون بين السياسة والدين ويعتقدون عن خطأ فادح أن الأهداف تبرر الوسائل في حين أن هذه الوسائل هي معصية، هي معاصي. الواجب الأخلاقي، الواجب الديمقراطي، الواجب الاجتماعي، الواجب الوطني، الواجب الديني، كل هذه الواجبات تصب في واد واحد، وهو واجب أن تكف هذه الظاهرة، ظاهرة الإضرابات في التعليم العالي بالخصوص، في التعليم الثانوي بالخصوص، وفي التعليم العالي كذلك. في التعليم الثانوي الواجب في كل هذه المعاني يقتضي عدم تسييس المعاهد، عدم تشويش ظروف العمل للمراهقين، وبالنسبة للعالي الإضرابات عرفت في عديد البلدان مدة عشرات السنين وهي الآن موضة وانتهت، فالتعلق بها من باب التخلف، من باب التخلف، وليس هناك أي شيء يبرره. مثلا بعض محاولات التشويش هذه السنة وقعت بدعوى الانتصار للقضية الفلسطينية. واجب نصرة القضية الفلسطينية، نحن نتحد جميعا في تونس حوله رئيسا وحكومة وشعبا. فإذا أرادت منظمة طلابية أن تنظم اجتماعا خارج أوقات الدرس لنصرة القضية الفلسطينية فمرحبا أهلا وسهلا. أما إذا نظم هذا الاجتماع وقت الدرس فهو إضراب مقنع، وهذا الإضراب المقنع هل تستفيد منه القضية الفلسطينية في شيء؟ في الحقيقة إضراب من أجل القضية الفلسطينية هو إهداء يوم جهل إلى الكيان الصهيوني الذي بوده أن تبقى الشعوب العربية ضعيفة وجاهلة.